عودي معكم لمتابعة عالم الصباح لليوم الجمعة 5 أيار 2017. ارتبط اسمه بلبنان، ارتبط اسمه وانتشر أيضا برات لبنان بالعالم العربي والعالم كله. بالفعل شيء بشرف وبيض الوجه، لأنه صار مقصد للسياح وللعالم كله يلي بتمرق، إن كان ببيروت إن كان بكل المناطق اللبنانية أو بأي بلد عربي. صار إذا مسافرين من بلد لبلد ضروري يكون معكم هالكيس يلي مكتوب عليه باتشي، يلي بيضم كتير قصص، عالم واسع ما بيخلص. طبعا نحن قادمين على موسم الأعراس وحبينا نحن وياكم ناخد أفكار جديدة للأعراس. كتار منكم بدهم أفكار وكتار منكم بدهم يروحوا لعند باتشي. رح نعطيكم يمكن مثل صغير اليوم بحلقتنا، ولكن أمثلة كتيرة فيكم تشوفوها بصلاة العرض يلي موجود ان كان بلبنان او خارج لبنان. ضيفتي طبعا برحب فيها الدائمه اللي بتحكي لنا عن باتشي بشكل راقي جدا، السيده اولغا الهندي، مديره العلاقات العامه بباتشي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، ميرسي على يعني المقدمه الحلوه. يعني قد ما حكينا عن باتشي نحن بنعرف انه شيء ببيض الوجه وصنع في لبنان، يعني نحكي عن شوكولا سويسري ولكن الصناعه اللبنانيه، بنحكي عن شوكولا فرنسي ولكن الصناعه اللبنانيه، بنحكي عن اي مواد بتستعملوها من خارج البلد لكن بتصير بذوق لبناني راقي ورفيع، بنشوفه دائما قدامنا بصلاة العرض عندكم اولغا. يعطيكم الف عافيه وثانكيو، ما لكم ثانكيو لباتشي على كل شيء عم بيقدمه. ونحن بنشكر استضافتكم وبنحس حالنا ببيتنا مع عندكم نحن فعلا، ولهالمقدمه الحلوه ثانكيو اولغا. بدنا نبلش بالاعراس، يعني وقتها هلا شايفين نحن قدامنا مجموعه ما قلنا قلب ندق فيها. طيب بيتضيف منا ولا لازم تضلها هيك أو يعني اذا ما نخربت شوي حرام يعني لا نحن قصدنا تكون كتير حلوه وتشهد شد بالشخص لحتى يتضيف منها. نعم. فعلا تشكيله كل سنه باتشي بيتحدى حاله. نعم. ودائما كل سنه في عنده ابداع بإطلاقة الكوليكسيون تبع موسم الاعراس بكل بدايه اول الصيفيه. هالسنه التشكيله الصيف وربيع وصيف 2017 داخلها الوان قويه جريئه وحلوه مثل ما دارجه بصالات بالموضه العالميه، ولكن مدخلينها فاتت بشكل كتير كتير ناعم. نعم. يعني عطينا في ناس قد ما هي كانت قويه عطينا بطريقه راكيه، وداخلها دائما اكسسوار لحتى يعطيها كمان روكي اكثر وفي ناس اكثر. يعني وقت نشوف هالطاوله قدامنا هلا اللي فيها الكيك، اللي فيها البوتي فور، اللي فيها الدراجيه، اللي فيها الشوكولا، يعني عم نشوف قدامنا مجموعه كبيره، وعندكم دائما السهل الممتنع. يعني حتى الشخص اذا بده ياخذ الشوكولا في عليها الملبسه ما بقى يمد ايده مرتين، يعني هيدا هالقد فكرته بتفاصيل قريبه من العالم اللي بتتضيف. حتى السنه طالعه حبه شوكولا كثير حلوه، على بمجرد ما قلت لي في الملبسه السنه طالعه حبه شوكولا كثير حلوه، يعني هيدي سميناها نحن 3 in 1. نعم. عندك اخذ الضيف الملبس الشوكولا بطريقة حلوة شكلها، وبنفس الوقت في الرينج اللي بيفوت بثلاث أصابع بكل الإيدين بيمشي مع حبة اللولو، لأنه اللولو كمان درجة بينلبس. يعني كل الأصحاب للعروس. نعم. بيكونوا لابسين كلهم مثل بعضهم، يعني بيكون كادو وآخذ ضيافته بفرد ضيافة واحدة. بقى بما أنه حطينا حبة اللولو، بما أنه ده كمان درجة اللولو السنة كتير، صدقني وقت تكونوا حد بعضهم كتير حلوين، يعني وأفكار حلوة ودارجة كتير من الألوان مثل التركواز الغامي، مثل الأصفر. ليك الأصفر هون قدي حلو قدي مشغول بطريقة حلوة، وداخله هالأكسسوار الناعم كمان بالألوان القوية السنة مدخلين الأبيض. نعم. والأبيض كاسر اللون القوي اللي عطينا اياه. فعلا الألوان قدامنا بنشوف منظر مفرفح، يعني ما يعني قد ما دخلت ألوان قوية بضل منظر فرفع، وكأنه من دون ما نعرف انه باتشي، نعرف انه باتشي من دون ما يكون مكتوب، نعرف انه هيدا التصميم وهيدا الشكل هو لباتشي اللي هو مش موجود ولا مطرح تاني. بالفعل يعني اسمكم منكم بسبقكم. الكيك اللي شايفينه، طب هيدا الكيك شو بيتاكل مثلا؟ ولا هيدا الكيك عن جد انعمل للديسبلاي، بنحط بي 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 بالبيت، يعني وقت العروس نهار عرسها او بكتب الكتاب. نعم. هو نحن كنا عاملينه بالديسبلاي عندنا بصاله العرض، وفي
فعلا كل اللي قبال كتير، هو منه بس عرض يعني، هو ضيافة بحد ذاتها، لأنه من فوق في الورد بيرجع بينزل الشوكولا تحته، بيرجع بينزل المرسبين تحته، يعني تو إن وان، الضيافة وبنفس الوقت ديكوراسيون. حلو كتير، بينعمل بكل الألوان، بما أنه نحن منصنع الوردة كمان يعني بنعمل لهم من كل الألوان مثل ما طالب العروس. الموتيف الشوكولا مدام أولغا، يعني بنعرف قديش أنتو الزجاجيات والفضيات عندكم يعني بتشتهروا فيها وبتشتهروا فيها، وبنشوف قديه في موديلات راقية، إن كان من البونبونيير للأعراس أو للعمادات أو يعني لكل المناسبات. موجود عندكم بونبونيير كتير حلوة، والأسعار كمان جدا مدروسة نسبة للنوعية اللي عندكم إياها، اللي فيها جارانتي 5 سنين، وعندكم كأنه تصنيع فضة لإلكم خاص، يعني بمصانعكم الخاصة لباتشي. مزبوط. خبرينا شوي بس عن هالسكشن هيدي. هلا نحن لما بنقول سوفينيرز، نحن كتير مشهورين بسوفينيرز، يعني كل العالم تتوجه لباتشي لأنه العمر من أول ما انطلقت انتشهرت بالسوفينيرز. بس السنة أكتر وأكتر، يعني كل سنة عم نلاقي أنه صار في قبيل أكتر على سوفينير الفضة. لهالسبب باتشي بينزل فضة الكلاسيك والمودرن، متطوره اكثر بالمودرن كمان كثير حلو، لانه في عند يعني دائما بالكلاينت في عنده ذوق المودرن او ذوق الكلاسيك. واكثر شيء كمان مثلا مثل هالكارج اللي عندنا اللي على الطاوله هيدي، صرنا بيعين كثير منها، هيدي هاند ميد على ايادي، دائما بيتصنعوا على ايادي حرفيين بالمصنع عندنا بمصنع الفضه، وكثير في مبيع، وخصوصا بهاردز بلندن، يعني عم نلاقي مبيع للفضه وطورناه. صرنا مثلا في عنا جارانتي لمدة 5 سنين، هيدا الشخص الوحيد يعني باتشي الوحيد بتاعت الجارانتي لمدة 5 سنين. إذا صار له شيء القطعة كذا نحن بنقدر نرجع نصلحها، وهي ما بصير له شيء لأنه بس نحكي هالمنافسة القوية يعني بدول عربية بدول أوروبية وبلندن، يعني منافسة باتشي وعم بيكون بالمراكز الأولى، يعني هالثقة وهالكرياتيفيتي اللي موجودة هي لمين بتعود الفضل؟ يعني هو الأونر كتير مزوي، يعني دايما في عنده جروب حواليه بيقدموا له كذا عرض، ودايما جروب باتشي كتير بحب التحدي، يعني دايما في عنده لازم كل سنة يطلع أقوى، وصدقني كل سنة منقول أوف هالكوليكسيون شو حلوة، بتطلع بسنة بعدها أفكار غريبة وأجمل وأجمل، وبنفس الوقت كل هالأفكار بتضل محافظة إن كان بعرض المودرن أو بعرض الكلاسيك، بضل حافظ على الروكي وعلى النعومة اللي بضل اللي مشهور فيها باتشي. يعني الواحد بيكون عم بيعمل بيته، بصير بياخد وبيعطي مع المهندس، بيعطي ذوقه، بيقول شو بده ببيته، إن كان مودرن أو كلاسيك أو يعني كيتش، كل هالقصص هيدي. هلا أنتوا العروس إجت لعندكم هي والعريس. نعم. وعندها براسة فكرة معينة، هل بتفرضوا عليها أفكاركم ولا هي فيها كمان تتعاون معكم، هي شو عبالها وتدمجوا بين الاثنين؟ لا من المعرفين نحن عنا جروب للكاستومايزد اوردر. اكيد لما بكون صحيح عنا تشكيل كتير كبيره بصاله العرض، بس لما بكون عندها تيم معين في جروب بلحقها من دقائق زاد مثل ما بيقولوا، بينفذوا لها طلبها وبحطوا لها كل هالضيافه الحلوه، ومنبلش حتى من كارت العرس، من كارت العرس اللي نحن نعمله من السوفينير. وهلا الجديد تبعتشي هو علبه السوفينير، في لها كمان ساك لها كيس بنحط فيها السوفينير بلون علبه السوفينير، ومثل الكارت كمان، يعني هالاشياء اللي بتظهر بالضيافه كامله، الكيس مع علبه السوفينير مع الديكوراسيون الحلوه والشوكولا، لما بكون كلهم متبع مع بعضه، هيدا بكون العروس او العريس مبسوطين مرتاحين كلهم قدام. بما انه قلتي او العريس، كمان شكله في عندكم ضيافات خاصه بالعريس، يعني خصصتوها حتى تكون تختلف عن ضيافات العروس، وخصصتوه بالبابيون مثل ما شايفين هون. مزبوط. بعرف اذا فينا نشوف عمر البابيون اللي على الطاوله حد الشمعدين. هلا في على الشاشه صاله العرض نحن عندنا بالداون تاون، في عندك تشكيله اكيد دائما الكلاسيك الابيض والبيج دائما بيكون نازل، هيدي كوليكسيون للكوكيز اللي دائما بتتغير وبتغير موديلاتها، وفعلا الشوروم بالداون تاون كثير حلوه. بس مثل ما تفضلتوا حضرتك قلت الكوليكسيون تبع العريس، سنه ام العريس كثير مبسوطه منها لانه كبرناه للتشكيله، صار في عندنا توصال دغري بتقول هيدا طلبي،
والجديد كمان السيجار اللي اخذ كثير سكسي اللي عليه كرافات للعريس كثير موفق، العريس مبسوط بيبقى هو اصحابه بياخذ سيجار اون شوكولا اللي عليه كرافات انه هيدا سي ماسكولان، بينبسط فيه انه مش بس الليديز لهم شيء خاص فيهم الورده، كمان العريس له شيء خاص فيه. بدنا نقول حتى نقرب العالم اكثر من باتشي حتى ما يخافوا من الاسعار، يعني نحن بدنا نقول لهم انه هي الاسعار بمتناول الجميع، اي بادجت فيه يلاقوا عندكم لقاله عرس وضيافة وتام معين. فعلا من كل الأسعار موجود، يعني مين ما بيجي لعنا كل الأسعار موجودة، وبينقذوا أنه باتشي في من كل الأسعار، يعني بكونوا أخدين عن باتشي أنه قدي بيعطي حلو باتشي بيبقوا شوي نقزنين، بس نحن في عن جد من كل الأسعار. يعني عادة منكون بالسوق منفوت لعندكم نعمل حالنا عم نتفرج لنضيف شوكولا قد ما طيب طعمي نحن بننبسط فيكم اهلا وسهلا فيكم، انتم كرمه كثير بنعرف وانتم بتستاهلوا كثير كمان. بس في طعمات جديده كمان انضافت السنه عندكم؟ مزبوط، نحن كل سنه بندخل طعمات جديده، ومن ضمن هالطعمات دائما اربع او خمسه، في عنا المانجو الكراميل سالي، عنا الكثير طيبه كمان الروشيه طلعت السنه اللي هي فستق حلبي كروكان مع الشوكولا اولي، كثير طيبه كمان، يعني يعني في كثير طعمات طيبين، بس هول اللي نزلوا السنه مميزين. نحن بنعرف بالداون تاون في فرع كثير كبير، طوابق كثيره كمان تستقبلوا فيها العالم بشكل واسع، ولكن ايضا بكل المناطق اللبنانيه بنقدر نلاقي هالكولكشن اللي شايفينها قدامنا. مزبوط، بكل المناطق اللبنانيه هن 21 فرع بلبنان، وحتى برات لبنان بتنقي نفس الكولكشن. نفس الكولكشن، وكل واحد بيقدر ينقي على ذوقه كمان. لنرجع للزجاجيات، هلا انا بدي اعطيكي عن تجربتي بالفضه، انه يمكن انتم بتعطوا عليها جرانتي خمس سنين مثل ما قلتي. مزبوط. ولكن بتصور بتضاين اكثر بكثير. ايه انا عن تجربه خاصه. عن تجربه خاصه فعلا. حضرتك بتجي على باتشي دائما وبنعرف قد ايه بتحب باتشي، والكوليكسيون تبعنا فعلا تبع الفضه كبيره واسعه، والجرانتي على خمس سنين وكثير ممنونين. حتى بالفضه اذا ملاحظ هذا السوفينير عندنا اللون الذهبي كمان مغطس بالذهبي مع الكريستال، عم نشتغل قطع الكريستال مع الفضه، اكيد في كريستال وحده وكريستال مع الفضه اللي ملاقي كمان كثير اقبال على الزبونات كمان. نعم، بدنا نقول انه من الشمال للجنوب للبقاع لبيروت لكل المناطق 21 فرع ممتدين مع افكار جديده مع كرياتيفيتي لا توصف بالفعل، في فريق عمل كثير كبير انا بحب نحكي عنه شوي، هالفريق العمل يلي دائما بشغل متواصل لانه يخلق افكار، وفي اشخاص هن اللي بنقوا مثل لجنه موجوده عندكم لا تتنفذ هالافكار للعالم فعلا. كيف بتصير الفكره؟ هلا دائما بتشوفوا دور الازياء العالميه بشوف شو دارج، دائما بنتبع الاشياء وبينفذوها. هالفريق العمل الكبير كثير بيتحدى حاله، وماركت باتشي يعني ما بتقبل يعني عم تتحدى حاله، ودائما في عندها ابداع بكل سنه بالكوليكسيون تبعها، بنقوا الكوليكسيون شو اللي بده ينعرض، وبينعرض بطريقه حلوه وناعمه وراكي مثل كل سنه. يعني وقت نسمع بكلمه باتشي غير انه نحن بنخاف، انتم بتخافوا كمان، لانه انتم متحملين مسؤوليه كثير كبيره لتقدموا دائما الافضل والاحسن من سنه لسنه، ولتقدروا تعطوا زبون شيء جديد. يعني فعلا. قديش الشخص يعني وقت يكون شاطر بيتحمل مسؤوليه زياده ليكون مرتجي افضل وافضل. لما نقول لكم يعطيكم الف عافيه على كل شيء عم نشوفه قدامنا، بالفعل الواحد ما له قلب يمد ايده ينزع هالديسبلاي الرائع والحلو. كمان ما نذكر شوي الزجاجيات او الكريستال اللي موجودين عندكم على مختلف الانواع، يعني هالشاندوليه اللي عم نشوفه قدامنا وحده بيحكي. نحن بالاجمال نحن عندنا الارتيكل كادو، وبيدخل كمان بالديكوراسيون تبع العروس، يعني دائما وقت بدها طاوله كامله فعلا بتبلش من الشاندوليه للبوجي للاشياء الكوبيت اللي بنحط فيها الكوكيز المرسبين العراميش، كله هيدا كله من باتشي. يعني بتظهر العروس النقيه كلها غراده ومع زينه الطاوله كامله. اولجا بس بدنا نحكي، يعني نحن بنعرف لبنان عايش مشترك، يعني في من كل الطوائف وفي من كل التقاليد والعادات، يعني كل عروس بيظهر من بيتها بشكل مختلف عن غيرها، يعني انتم بتلحقوا هالعادات والتقاليد أكيد. بين هالطائفه هي والطائفه هي والطائفه حسب اعراسهم، وكيف بتنفذوا هالامور هيدي؟ اكيد، يعني كل كل
كل في عندك تقاليد معينه مثلا. نعم. في ناس بحبوا يعطوا السوفينير بقلب البيت، في ناس بحبوا يعطوا السوفينير بقلب بكتب الكتاب، يعني كله شو الاشخاص اللي بحبوا بقلب البيت تبقى اتقل من الوقت بكون بالسوفينير بالعشاء او بال. نعم. بقى هيدا كله بندرسه، بيبقى في عنا من كل الموديلات اللي بتتبع الاشياء الثقيله، الاشياء اللوكس، الاشياء اقل كوليكسيون، الترندي، الفانكي، يعني العروس والعريس بده يكون لهم لقاء خاص معكم وقعده. نعم. انتم وياهم مع الديزاينرز ليقدروا يفهموا شو بدهم كمان وشو تقاليدهم وعاداتهم. انا اولجا بدي اقول لك يعطيكي الف عافيه، ويعطي الف عافيه كل فريق العمل يلي من دقيقه شفتهم واقفين الطاوله فاضيه وفجاه صار في قدامنا لوحه فنيه. نعم. رائعه. برجع بقول لكم دائما انتم بتبيضوا لنا وجهنا وين ما كنتوا، باي بلد عربي او اجنبي، وبلبنان طبعا منتشرين ومزينين الاسواق اللبنانيه. فين يتابعوكم العرسان؟ على شي ويب سايت؟ هلا في عنا شيء جديد لباتشي. نعم. اللي هو اونلاين. نعم. كل الاشخاص اللي بحبوا يهدوا طلعت على المازرز داي واخذت كثير سكسي، كل اللي بحبوا يهدوا كان بالعيد الام، عيد الاعراس، العريس، اي مناسبه اللي. نعم. كانت برات لبنان او بقلب لبنان، نحن صرنا اونلاين على www.epatchy.com وبيهدوا بكل المناطق اللبنانيه وين ما كان متوزع ب 48 ساعه بتوصل الهديه. يعني شوبينج اونلاين كمان. ايه شوبينج اونلاين مزبوط. مدام اولجا ثانك يو لك، بدي اتشكر حضورك معنا، بقدي انه انتم الواجهه كمان، يعني اسم الله عليك ما بتقصري ابدا بكل شيء عم تحكيه، واكيد لبقتك بتخلينا نحن انه نكون زباين زيادة وزيادة ضرب 10. خليلي اياك تسلم، ميرسي، كلك ذوق، ميرسي. لكن المشاهدين كنا مع ديسبلاي لاباتشي بكل المناسبات، وهلا انا بنصحكم ديسبلاي الاعراس هلا تلحقوا حالكم وتحجزوا مطرحكم لانه العجقة كثير اكيد رح بتكون على باتشي. ان شاء الله بنلتقي فيكي بيوم ثاني مع حلقة جديدة كمان. لكن المشاهدين مكملين على مصباح، بريك جدا قصير وبعدها بنعود للمتابعة، خليكم معنا، ضيفي رح يكون زاهر العبد الله مهندس داخلي.